الخير. اتفضلي. مساء الخير. انا الاول هتكلم في حاجتين كده، يعني مش طلبين، يعني هم يعني شويه على المشاعر، وهنتكلم بعد كده في مشاكل التعليم. بس سياده الوزير، انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك مسلم صح؟ مواطن. سيادتك مواطن. مواطن. اكيد طبعا. ثواني استاذ احمد، انا بسال بس عشان حاجه معينه. اتفضلي. هو حضرتك ربنا فرض علينا القران، حفظ القران؟ ممكن حضرتك تجاوبني على السؤال ده؟ حفظ هل ربنا القرآن؟ فرض علينا حفظ القران؟ طبعا ربنا ما فرضهوش علينا. ليه؟ لان ربنا يا استاذ احمد اللي خلقنا عارف ان احنا كبشر طاقتنا مختلفه، يعني في ناس بتحفظ وفي ناس ما بتحفظش، في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهمش. فربنا ما حفظش علينا احنا كبشر القران، ربنا اللي خلقنا. ازاي حضرتك بتطلب مني احفظ انا 6 كتب بست مناهج من الجلده للجلده لطفل؟ ازاي؟ انا طلبت من حضرتك انك انت تحفظي الولاد 6 كتب؟ طبعا. ما انا لما اجي اول ترم امتحن في 6 دروس الولاد واخدينها، واجي تاني في الميد ترم، واجي في الترم امتحن الستة اللي انا خدتهم الاولانيين والستة التانيين في 12 درس، كده كتير ولا ايه؟ كتير جدا. الطفل مفروض يحفظ من الصفحة للصفحة. بس نمبر 1. نمبر 2، انا طالبة منك طلب صغير جدا يا سيادة الوزير، لو سمحت رجع ولادنا يحبونا تاني. ولادنا بقوا يحبوكوا تاني ويفضلوا يحبوكوا. ولادنا بقوا بيكرهونا. ولادنا ما بقوش يكرهوكوا ان شاء الله، لان علاقتنا في البيت بقت سيئه جدا. احنا المناهج وهنطورها ان شاء الله مع بدء العام الدراسي الجديد، وانا قاعدك ان شاء الله، وقاعد طبعا كل المشاهدين والافاضل. يعني استاذ احمد، كلنا طبعا مقتنعين ان التعليم هو اساس كل حاجه، بدون تعليم لا تنهض الامم. التعليم هو اللي هيطلع لي المهندس والعالم والدكتور، بدون تعليم لا تنهض الامم. انا لو ما كنتش هعلم جيل كويس ما تستناش حاجه من الجيل الجاي. بالنسبه لالغاء المناهج، على فكره يا سياده الوزير، السنه اللي فاتت انتوا لغيتوا لنا حاجات كتير. لغيتوا حاجات كتير في وحدات كتير اخر السنه. زي ايه يا استاذه جيهان؟ ممكن تدي امثله يا سياده الوزير ايه اللي اتلغى؟ السنه اللي فاتت سنه ثالثه ابتدائي، الوحده الثالثه كلها عندنا عربي ملغيه. كلها ملغيه. احنا مش بنقول لحضرتك نزل كتب جديد. احنا بنقول لك ان كده كتير على الولاد. تقدر تقول لنا في وحده ملغيه؟ يا استاذ احمد، كل ماده، كل طفل في الكلاس بياخد 3. ده الغاء الوحدات دي بس في ماده ايه؟ طيب استاذ جيهان، سياده الوزير، سياده الوزير هيرد على حضرتك في الغاء الوحدات. الغاء الوحدات كتير في العام الماضي في ماده ايه؟ عربي يا فندم، سنه ثالثه ابتدائي انتوا لغيتوا لنا وحده كامله من العربي، وكنتوا منزلين لست فيها الغاء مواد لكل الدراسه من الاولى لغايه ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت. يمكن حضرتك، يعني يمكن حضرتك مش معانا، يمكن حضرتك في كوكب تاني. السنه اللي فاتت ده حصل. لا يعني استاذ جيهان، اسالي سياده الوزير زي ما حضرتك يعني تحب. انا بسال والله. اهو والله لو سمحت. بسال السنه اللي فاتت اهو، السنه اللي طيب فاتت. طيب سياده الوزير ملغي. بتقول لحضرتك السنه اللي فاتت حضرتك ما كنتش في الوزاره في السنه لا اللي فاتت، ما كنتش سياده الوزير. طب لكن حضرتك بتقولي انه تم الالغاء، يعني هي بتدي مثال على تم الالغاء. ايوه، وانه كان في الدكتور محب الرفعي. سيادة الوزير محب الرفعي، سيدي حضرتك في العام الماضي توقفت الدراسة في بعض الأوقات. أنا عندي الدراسة بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا العام لم تتوقف ساعة واحدة. إذا أنا عندي حضرتك منهج محطوط على خطة زمنية، ممكن يبقى المنهج ده مش عاجبنا، ممكن يبقى المنهج ده فيه حشو، ممكن يبقى المنهج ده فيه زيادة، ممكن الآخر. أنا لا أختلف على هذا، ولذلك أنا بقول إن العام ده الدراسي ده بينتهي زي بقوله كده باللي فيه، وطبقا للمناهج بتاعته زي ما محطوطه بالخطط الزمنيه بتاعتها، واحنا بنحط بقى بنطور المناهج للعام الدراسي القادم، وهم مدعوين ان هم يحضروا حضرتك ويقولوا رايهم في المناهج. طيب استاذ جيهان بشكرك شكرا جزيلا. الرسائل برضو عشان ما نبقاش برضو الساده